حياكم الله أحبتنا الأكارم متابعي شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، شاشة العائلة العراقية الداعمة للمواهب الشبابية. نلتقيكم اليوم على الخير والبركة بحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الأسبوعي نسيم البوادي. معانا ضيوف شعراء مبدعين ورائعين راح نتعرف عليهم، لكن قبل نتعرف عليهم خلونا نروح فاصل ومن بعدها راجعين، وحياكم الله. كثار ودواك وشن اسباب سلك هذا ودواك علاجك يا دليل النوب اي والله علاجك يا دليل ادريه ودواك يا ياك وقت يجيك من عندهم جواك وليابا المالد وابن ام من عقوب سهل عين ويلي مالي 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 مالد وابن ام يعذب القلوب حياكم الله أحبتنا الأكارم، رجعنا لكم من بعد الفاصل. معنا الضيوف الرائعين الشعراء، والبدء مع الشاعر الرائع والجميل أبو نبأ القيسي. حياك الله يا أبو نبأ وكل الهلا. حياك الله على رأسي، أهلا وسهلا بك، تشرف فيكم قناتكم صلاح الدين الفضائية. الله يحفظك ويبارك فيك أبو نبأ. لك خبرة طويلة في مجال الشعر الشعبي، يا سنة بديت تكتب الشعر؟ والله بديت بالسنة الألفين. بالألفين؟ بالألفين بديت أكتب زهريات وراه كتبت قصائد يعني كان الزهري عندك اللون المفضل؟ اللون المفضل ولا يزال المفضل؟ ولا يزال المفضل، بس إنه إجت الحداثة. نعم يعني القصيدة القصيدة شاعر يريد نعم القصيدة ونكتب القصيدة. هستش نسمع منك زهيري قصيدة؟ نسمع. أقول راحوا جفوني ولا قالوا نرد ما لهم خلوا دليل عقب ذاك الفرح مالي هم. اي والله يهيمني صوت البشلي للدجة مالهم ينوح مثل أيه. الذي خلوا بقلبه وسم. الله الله وضافوا بزاد صبر فوق الصبر هم وسم مات الحبيب وراح القبل نختار الاسم يا عيد على شقبلت وحبار. الله الله هذا ما انكتب على ورقة. الله ارتجالي ارتجالي. والثاني أقول ايه اللي هي امي سكتتني قالت لي لا لا تكمله. فقلت لها لو اقدر انسى يما ما قلت ويلي ولا انخى اهل الرحم والجود يا ولي. الله الله مات الحبيب الذي هو كان يا ويلي اقفى وجفاني وعقبه ما عرف قدري. الله والدنيا ما قدرت حالي ولا تقدري. ايه بلا مات الحبيب ودفنته بليله القدري وشقي الزيج وصحت بالعيد يا ويلي. الله وشقي الزيج وصحت بالعيد يا ويلي. الله 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 يسلمك. نسمع قصيده هم، يمكن انت تكتب النبطي اللون النبطي. والله صح سمعت هيك انا يعني ما اعرف بعد. صح اكتب اللون النبطي واكتب أيه. الحداثه. شنو المفضل عندك باللون الالوان القصيده عفوا؟ والله أنا بديت بالنبطي. بديت بالنبطي. إيه. حلو. وهسه تحولت يعني قلت لك عن بدايته قلت لك الشارع يريد الحداثة. صح أكيد. إيه. فتحب أقرأ لك نبطي؟ إيه. إيه نسمع اللي عجبك نبطي حداثة أنت كل شيء منك حلو. نرجع على الحداثة. نعم على الحداثة نسمع الحداثة. مشتاق لها. مشتاق لها إيه. بقد ما ناحت على راحلها. الله الله. مشتاق لها بقد ما ناحت على راحلها. اي مشتاق لها بقد عيوني اللي بيهم ظلها. الله مشتاق بقد شوقي اللي بيجي ودجله وميها وبقد كلمات اللي بقلب ما توصلها. الله اعشقها وخل تنسى الراح. اي تستغفر ربها وتقبلني قبلش مرت بي الحاله وعشت ارمل بس مو مرتاح. اي ذبلان خدودك على الراح حزنان وحزنك ما يفيدك بس تملين القلب جراح. الله مجنون الله. انت الحبش راح لو يرجع عن طيه عيوني. ايه ليلاي انت
وانا ابقى بحبك مجنون. نعم مجنون وليلاي بليلي. ايه بحلمي وطيفي بزادي وشربي ذكراها بروح بنص قلبه بكل كتر بذاك البيت. الله اذكرهم سألوني اصحابي. ايه ها حبيت سألوني وجاوبت بكذبة ما حبيت. الله. بس قاموا يقرون عيوني. ايه وبانت كذبة كذبة عاشق خايف شماتي يعذبوني. الله الله خايف عشاق يحسدوني. ايه خايف عذالي يخربوها وتاخذ دوني. أيوة. يجي سامع وتعيش وتعشق من دوني. أيوة. وتخلف والخلفة قبالة يعفون وصاروا ناسلها. الله. ونسل الطيبة اللي ما ناسلها يموت بسل. خايف ما تاخذ باسل. خايف تاخذ عفن رجال ورب يذلها. الله خايف الله. تمشي وما عندلها. الله. مشتاق ورد تخفى بسدها وخلهم على القبر يسيلوني. الله سلام. الله يا ابو نبا احسنت. الله عليك. احسنت بارك الله فيك. احبانا الاكارم سمعنا هذه الابيات الرائعة والجميلة من الشاعر المبدع ابو نبا القيسي وايضا معانا شاعر شاب يظهر لاول مرة على شاشات التلفاز الشاعر قيس الطائي. حياك الله يا قيس وكل الهلا. اهلا بك ابو وطن ونشكرك على هاي الضيافة الجميلة. وبارك الله بكم ونشكر الأستاذ الشاعر الكبير أنه هذا تشولاقي صاحب الفضل الأول. الله يبارك فيك يحفظك. أنا أود أن أسألك أنت بدايتك الشعرية في أي سنة كانت ومنو الشاعر اللي دعم موهبتك وكان عون وسند إلك؟ والله تقريبا أنا بدايتي الشعرية يعني 2004 زهيري على أبو ذي عتابة. بديت بال 2004 تكتب الزهيري والعتابة؟ إيه ما تقطع. حلو. فبعد الظروف اللي مع داعش جاء الاستاذ نهاد الشولاقي. نهاد الشولاقي الف تحيه له. الف تحيه للشاعر الكبير. نعم. نهاد الشولاقي. فالرجل احتضننا وساندنا. كان داعم لك. نعم 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 جيد ساندنا بهذا الموضوع وبارك الله فيه والحمد لله يعني وصلنا بما الحمد لله. ابو مصطفى هو داعم لكل الطاقات الشبابيه. أكيد. رجل صاحب فضل على كثير من الشعراء. نعم نعم. ايش نسمع بالبدايه يا قيس؟ اسمعك ان شاء الله مجموعه زهيريات. نسمع زهيريات. اقول باوع الحالي يا اخي غير الحزن ما شفت. الله. باوع الحالي يا اخي غير الحزن ما شفت ودنياي هم وشقه. ايه؟ ما فرح ما شفت. الله الله. جروح بي مضت ويا الزمن. ايه ما شفت شكواي لرب العرش بس الخلق حظي. الله. وسايست انش كثر بس ما نفع. ايه حظي تدري بحال شجرة يوم انعكس حظي. شجرة يرد لزمان النذل كل شي بعد ما شفت. الله الله. ويا وقت. ايه يا وقت منك شفت كره وقساوة ونحس تالينا احنا بشر وقلوب عدنا نحس. الله الله عليك. ملينا من هالوضع ويا الزمان نحوس وابعد علينا الفرح ومنا الصبر ما نمل. ما نمل. وغيرك إله البشر ما للنبد أي مل. الله الله. لا تضر تشيك القلب تنداس مثل النمل وشنا حمولة جمل ما بينا واحد يحس. الله الله عليك. شنا حمولة جمل ما بينا واحد يحس. وآخرا هد حيل الحزن هد حيل الحزن والقلب ميت صفة ما يوم ما يوم حظ قعد ويا السعادة وصفة. الله. غامض وقتنا صبح ما عاد بي وصفه وحسبات كثرا علي تاه الفكر ونحل. الله الله. وشي فيد حبل الفرح بعد المآسي نحل. ايه تدري شو وقت نخلص من الحزن ونحل؟ شو وقت؟ لمن تشوف النمل شايل بظهر الصفه. الله. لمن تشوف النمل شايل بظهر الصفه. الله 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 عليك. تكتب القصيده؟ نعم اكتب. قصيده العموديه لو المفتوحه؟ اقصد الشعبيه. الشعبيه؟ نعم. يعني اللي تسمعها الجمهور العام يعني؟ نعم. مو نعم. النخبويه؟ القصيده اللي تصل اللي يحبها الشارع. للشارع نعم. جيد. تسمعنا قصيدة؟ نعم اسمعك ان شاء الله. نعم نسمع. ما اغلط بعد واشتاق على اليرحون. ما اغلط بعد. نعم. واشتاق على اليرحون. نعم هذه تخص الاصدقاء يعني. الله الله. ما اغلط بعد واشتاق على اليرحون. اي حيل صغار كانوا وهسه يتكبرون. مع الاسف. صوت القمر نزل راسه للنجمات بس بالليل وقت الغبشه يطشرون. الله الله. الله عليك. يعجبنا النهر ما يجاملي انسان. خوش. ظل مهيوب خوف الناس ليغرقون. الله الله. اوادم هاي ظن ابليس بيها احتار. ايه وتزرع طيب بيك هواي ليغدرون. الله. نعم الغربيل من قد ما انخلت اعزاز. ايه نعم الغربيل من قد ما انخلت اعزاز صعب شلون من عيونه اللي يطيحون. وبعت اسرار قلبي بديرة الخرسان اظل مرتاح بي ولا يشمتون. وظل مرتاح بي ولا يشمتون ثقل جدمي وانا بديره كلها غراب. ايه مو مذلول بس اصحاب اللي يذلون
وجبت لهم نهر وان بعاست القطرات. جبت لهم نهر وان بعاست القطرات، صبخ قلوبهم علي ولا يحنون. الله الله. صبخ قلوبهم علي ولا يحنون، اصحاب المالفة ووقت الضيج ما عدهم. ما عدهم. اصحاب المالفة ووقت الضيج ما عدهم، خلوني ويا الردي ذرة رحم ما عدهم. الله الله. خلونا ونور تجي. ايه. شني ولا عدهم يا حيف هذا الوقت هيك طلعوا ربعي. الله. ومن كثر نوحي عليهم ضال بس ربعي. يبا. عشرة اراذل ومصلحة هم طلعوا ربعي، واذا تنفضهم نفض الف دينار ما عدهم. هيا. واذا تنفضهم نفض الف دينار ما عدهم. سلامتك. عجل لو عدهم شي يسوون؟ اي والله. تعيش يا قيس. تعيش. بارك الله فيك. تسلم وتعيش. تلعايش. احبانا الاكارم، سمعنا هذه الزهريات الرائعة وايضا قصيدة جميلة ورائعة من المبدع قيس الطائي. تسلم وتعيش يا قيس. وايضا معانا شاعر اكثر من رائع من طوس خرمات وهذه المدينة اللي تمثل شدة الورد. طوس خرمات اللي بيها العرب والاكراد والتركمان يتعايشون سوية في هذه المدينة الصغيرة. شاعر مبدع وجميل، ثاني مرة يظهر على التلفاز الشاعر الرائع عباس الحاتم. حياك يا عباس وكل الهلا. شكرا على الاستضافة استاذ الحارث، وشكرا على الدعوة. حياك الله. تحياتي لكم والكادر قناة صلاح الدين، وأوجه تحية لأهلي قضاء طوس خرماتو. ألف تحية لأهلنا بالطوز وكل عشائرنا الأصيلة. نعم. يوم الوالد الله يحفظه انطاني درس. نعم. درس عن قصة. ايه. يقول كان اكو شيخ، هذا الشيخ كبير بالعمر. اها. فعنده ولد صبي يعني يطلع بالعشر سنوات كذا. خوش. ايه. فيقول قبل البدو تعرف بيناتهم مسافات. ايه. فقال الحرمته، قال لها راح انطيش لغز. راح انطيش لغز. هو قصد يريد يسمع ابنه. اها. ايه. قال راح اقول لك لغز وتروحين. نعم. لابوش. ابوه هم شويخ يعني مو شيخ. نعم. قالت له خير ان شاء الله. قالها بس ان ما جيت بالحلفه ترى انت يا مره طالق. الله الله. يا معود ابو فلان قول غيره. قالها لا بالله ماكو غير، تروحين وتجيبين الحل وتجين. اي ان جبت الحل انت حرمتي، وان ما جبت الحل انت طالقه. اكيد. فابنه سمع قال خلت بحها. اي. فراحت ممشى نص يوم هيك كذا يعني قبل تعرف. ماكو آلات وسيارات صح وكذا. صح اكيد. فراحت لابوها. خوش. وسالته اللغز. اللغز يقول هو شنو اخف شيء وشنو اثقل شيء. الله الله. اي. فابوها دانش فكر وقال اخف شيء يا بنت الهوى، هو اثقل شيء الجبل. نعم. فهي صدقت بعد ابوها. اي. رجعت فرحانه ومكيفه انه هي حلت اللغز. نعم. ابوها على قولتهم شيخ بنظرها. اي. وعارفه. اي اكيد. اي. فمن رجعت ابنها خاتل لها ورا نقول بلغتنا خاتل. اي ورا تل. اي ورا تل. فمن جت قال هاي ام بشري حليت اللغز؟ قالت لي ابن انت ايش درى؟ قال لها انا ادري. أي. بس انت قولي لي حليت اللغز؟ قالت ان شاء الله حليته. قال لها قولي له الحل. اي. قالت له الحل ابوي يقول الحل اللي اخف من الهوى. اي. هو الهوى. نعم. اخف شيء هو الهوى. واضقل شيء الجبل. شي الجبل. قالها لا والله مو هذا الحل يمو. واذا على هذا حلك انت طالق. واذا هذا الحل انت طالق وراجع لابوك. الله الله. قول غيرها. قالت له والله ماكو. فقال لها اخف شيء هو مجالس الافهام. الله. واضقل شيء هو مخارب العمام. صح. هاي ثقيله. هي اكيد. اي. فقالت هيك الحل؟ قالها لا بالله هو هذا الحل وماكو غيره. حلو. رجعت. رجعت لرجلها فقالها بشري ان شاء الله لقيت الحل. قالت ان شاء الله لقيت الحل. قالها ابوش حل؟ قالت هي ابوي حلها. قالها قولي والله تعال شوف شنو الحل. قالت له ابوي يقول الحل اخف شيء هو الهوى. العفو. قالت له الحل اخف شيء هو مجالس الافهام. اي. واثقل شيء. واثقل شيء مخارب العمام. مخارب العمام. اها. قالها لا بالله هذا مو حل ابوش. اي. قالت له حل ابوي؟ قالها لا مو حل ابوش. خوش. وين ابنك؟ سأله قبل هو يعرف. قالت له موجود. فصاح عليه قال له تعال اليوم اللي فيك حاجة. اي. فانهزم الولد وابوه شايب. بيناتهم اكو نهر بينهم وبين قرية ثانية. اها. اي. حلو. فيقول ركض الولد الصبي وعبر النهر. اي شاب بعد بحاله. شاب. فمن عبر قال له اقف اسألك ثلاث اسئلة. ونجاوبتني. ونجاوبتني انت بمكاني وانت الشيخ. خوش. وان ما جاوبتني عطني قفاك. الله الله. اي.
ايه. فقال له اسال يا ابوي. قال له اسالك اذا جو اثنين مجانين ايه. ويحتكمون يمك انت ايش راح تسوي؟ مخابيل ومتكاونين. مخابيل ومتكاونين شلون راح تفضها بينهم؟ قال له بسيطه. قال له شلون؟ قال له اضغط على نفسي. ايه. احاول اضغط على نفسي واجتهد. نعم. اجتهد وحل المشكله. وحل المشكله. قال له زين هاي وحده. الثانيه اذا جوك مهبول وعاقل. ايه. هاي شلون راح؟ قال له هاي هم بسيطه. اضغط على العاقل. ايه. واجتهد هم وياها. خوش. وانطي للمجنون. صح. وحلها بيناتهم. اها. قال له خوش حليت. الثالثه. الثالثه قال له الثالثه اذا جوك اثنين عقال. ايه. ومتكاونين. قال له يا ابو العقال ما تكاونون ولا يجون علي ولا عليك. الله الله. اي. فعاد انا قلت لابوي قلت له يبا انت الوصيه ثمينه. اي نعم. فرديت له بثلاث ابيات. اي. قلت له حنا ترباته الاصل ولد الشيوخ. او نعم. وحنا بالديوان عزه ومفخره. نعم. حنا ما نهو الرتب نهو الشموخ. ما نهو الطخشوم بس لله ترى. حنا للاعداء ما نرضى الرضوخ. اي. حنا للاعداء ما نرضى الرضوخ. زلم بالميدان حنكه وبختره نقش بالتاريخ ثبتنا الرسوخ. نقش بالتاريخ ثبتنا الرسوخ. الشريف حسين جدنا وحيدره. والنعم. الشريف حسين جدنا وحيدره. الله الله. الله يسلمك. الله عليك. نسمع بعد قصيد عتابات ابو ذيات انت. والله كيفكم انتم شو تريدون احنا حاضرين؟ نسمع كل شيء منك حلو. عتابات للديره طبعا. تستاهل الديره. عتاب عتابتين. تستاهل الديره. يقول يا ابو بدار هدشرت هجاميتش وعلى العربان هل يطرب هجاميتش. الله الله. يا دار العايل مخنث هجمك بنص الدار ويسب نافه. يخسى. بنص الدار ويسب نافه. الله الله. ويا بوب الدار عشاله ومغاريب. ايه. ازف عبرات وعيون مغاريب. ايوه. الغدو الغدو بديار عذالي مغاريب. تركوا لكمات بكبودي ترى. الله الله. تركوا لكمات بكبودي ترى. الله الله. وسلامتكم. تعيش يا عباس. تعيش بعز. تعيش. الله يسلمك. أحبانا الأكارم سمعنا هذه القصة الأكثر من رائعة من الشاعر الرائع والجميل عباس الحاتم اللي يمثل اليوم بهذه جلستنا شعراء ومثقفين الطوز وناحية سليمان بيق. طبعا ألف تحية لكل أهالينا وعشائرنا الكريمة في قضاء الطوز وناحية سليمان بيق وأيضا القرى التابعة لها. ذكرني عباس بهذه القصة الجميلة اللي حكاها عن تراث أهلنا وعن فطنة مشايخ العرب. في يوم من الأيام أكو شيخ عشيرة كبير في أيام قبل كان عنده ولد اثنين. واحد من الولد الصغير كان يخدم الديوان يعني يعزب الخطاطير ويرحب بالضيف ويكرم الناس. والكبير كان يرعى الحلال ويعني يفلح بالزرع وبالأرض. فشاءت الأقدار أن يتوفى والدهم. فلما توفى والدهم تنازعوا على الشيخ كل من يقول أنا الشيخ. فقالوا نحتكم عند حكيم نشوف الحكيم شو يقول. الحكيم إذا قال الشيخ للكبير تروح للكبير وإن قال للصغير تروح للصغير. فالصغير فطن حال راح اشترى أفضل أنواع الأقمشة وفصل قاط زي عربي لهذا العارفة للحكيم. وأخذ القاط العربي ووداه هدية للحكيم. فلما وصل الحكيم وقدم القاط العربي هدية للحكيم الحكيم قال له يا ابني عندك حاجة أقضيها؟ عندك مشكلة أحلها؟ قال له لا والله يا شيخ بس جيت أكرمك. المهم تقبل الهدية العارفة ورجع هذا الولد لأهله. مرت الأيام أخذ أخوه راحوا على العارفة تاي يفصل بيناتهم من الشيخ من اللي يصير بمكان أبوه. فيقول العارفة قال لهم سولفوا لي مشكلتكم. فقالوا يا أبو إحنا أبونا كان شيخ العرب وأبونا توفى وهذا أخويا الكبير يرد الشيخة وأنا أرد الشيخة. قال له إيه. قال له أخويا رجال رائع حلال وفلاح وأني كنت أقيم بالمضيف وأعزب الناس وأكرم الناس. فيدحج على القاض قال له أكرم الشيوخ وأكرم العارفة وأكرم المحتاج. ويدحج على القاط اللي لابسه العارفة. فالعارفة استحى هذا قبل أيام هداله قاط من أرقى الأنواع وسعره جدا غالي يعني. فقال العارفة الصغير يصير الشيخ. مرت الأيام راح العارفة لابس هذا القاط نفسه اللي هداه إلى هذا الولد وقعد بالقهوة. فجاء القهوتشي يقدم له قهوه دحج على القاط قال له يابا هذا القاط بايش اخذته يا عارفتنا يا شيخنا العزيز؟ قال له هذا القاط ثمنه جدا غالي. قال له ابدا لا تعلمني على ثمنه، ايش قد ثمنه هذا القاط؟ قال له جدا غالي. لح كثير القهوتشي. فقال له ثمن هذا القاط حظه وبختي. لان هو داس حظه وبختي وانطى الشيخ الصغير. فقال له ثمن هذا القاط
حظ وبختي. وللأسف اليوم دوسة الحظ صارت كثيرة، وكثير من الناس اللي مو يم الموضوع صارت مشايخ وصارت عراف. وتحياتنا واحترامنا وإجلالنا لشيوخ العشائر الأصلاء وللقبائل العربية الأصيلة. أيضا معانا بهذه الجلسة شاعر شاب ومبدع محمد عبد الجبار، حياك الله يا محمد وكل الهلا. تحية ودوم أبو وطن. يا مرحبا ويسلمك. إحنا طبعا نشكر قناة صلاح الدين على هذه الاستضافة الجميلة ونشكر طبعا المقدم الرائع. الله يحفظك. الله يحفظك الأخ العزيز. إحنا أبواب البرنامج مفتوحة لكل المواهب. الله يحفظكم ويديمكم. الله يحفظك يا طيب ويسلمك. بداياتك شلون كانت محمد؟ سولف لي. والله أبو وطن بداياتي طبعا كانت بال 2010. بال 2010 وتدري طبعا دافع ماكو ماكو دعم معنوي. نعم دعم ماكو. نعم. دافع ماكو وعدم ثقة بالنفس بالبدايات. حلو. إلى أن تطرق له أخوي قيس الطائي. إيه. شاء القدر أن أتعرف على الأخ العزيز والصاحب الفضل الكبير طبعا. نعم. على الشعر والشعراء. نعم. الأخ العزيز الشاعر نهاد الشولاقي. ألف تحية لأبو مصطفى. أبو مصطفى صاحب فضل على أغلب. نعم. شعراء صلاح الدين. نعم فضله ما ينسى. الرجل. نعم. يعني هو الأب الشعري نقدر نقول. أي نعم. والنعم من أبو مصطفى. وهو اللي ساندنا بذيك الفترة. حلو. لما وصلنا ما وصلنا إليه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شو تسمعنا بالبداية يا طيب؟ أسمعك مجاراة لأخوي قيس الطائي. أي. تطرق الموضوع على الأصدقاء. الأصدقاء. نعم. نعم. ايش قلت عن الاصدقاء؟ ايش قلت؟ قلت ربعي ربعي اللي شنت بيهم شاد حزام جلد مو اصل طلعه وحيل مغشوش. الله الله. ربعي اللي شنت بيهم شاد حزام. ايه. جلد مو اصل طلعه وحيل مغشوش. اها. طحت وطروش مرت ما ادري منين. ايه. واسف من صحت ربع الصاره وطروش. مع الاسف. خوش هواي كانوا عندي وعزاز. ايه. وغرب لهم زمان طلعوا مو خوش. الله. فرعون طلعوا لي وقصروا وحيل الجنت وقت الشدايد ضامهم عون. مع الاسف. الما ينسون ظني وياي للموت شفتهم وقت عازتهم ينسون. الله. اللي جلهم ابد مو مال دفعت روح. ايه. اشوف العجل حايطهم علي مال. مع الاسف. وانا السال سيف الوادم شلون شفت دمع لروس حرابهم سال. يابه. من توقع بضيج وتنتخب ناس. ايه. وتشوف عيونهم من شوفك الضيج. الله. الكل ظني معاليج العمر ليش. ايه. بخنجر هجر وقطع للمعاليج. الله. من قاموس بالش قد شلت ناس. ايه. ورغم كل الزغر وانطيهم احجام. الله. ورا ورا وكل قيمة ما كان لهم بنوب. ايه. واقدم اسف فيهم كنت قدام. مع الاسف. مثل فحام عشرتهم حسافات. ما زادوني بس صخام بصخام. الله. ما زادوني بس صخام بصخام. بصخام. الله يا محمد. اريد نسمع زهيريات. يمكن انت تكتب الزهيري. زهيري ابشر يا ابو وطن. الله يعزك يسلمك. اقول لحبك قبل كان. اي. في جوف الدليل اشعره ويا ما قلمنا نظم لجلك قوافي شعره. اي. عريت قلبه ورحت وتقول لي بي شعره وحبلك قطعته القبل منك ردت متنه. الله. وهيهات معد انتظر ترجع بعد متنه يلي تحسب انتهينا بروحتك. ايه. ومتنه غلطان ما هزازت يوم الرحيل شعره. الله. الله. غلطان ما هزازت يوم الرحيل شعره. الله. الله. الله يحفظك. ومن وقت لجل لاودهم صرت بردانه ومسكين قلب البكه ومش دمعه بردانه. اي أيوة والله. دان نغطس ببحر هجرش. أيه؟ وبردانه وحيف اللي ودك يقع لوله بثقل عنتره. الله يحفظك. واللي تود واللي تظن تفرع لا. طلعون ترى يا الماء اخذت حضن ولفك. ايه. عني ترى لو 10 صوبات هم تبقين بردانه. الله الله. لو 10 صوبات هم تبقين بردانه. احسنت. تسلم وتعيش يا محمد. ابيات رائعه. احبائنا الاكارم سمعنا هذه الابيات الاكثر من رائعه اللي وصف فيها محمد عن الصداقه وعن الخوه وعن المواقف الحقيقيه بين الاصدقاء. خلونا نروح فاصل ومن بعدها راجعين وحياكم الله. والهيل هيل 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 يابا يابا بلشي بلشي مخلين بلشي مخلين يا ويلي ويلي يا
والمال يقول بلشي مخلين بلا سلام عند الجار يمي ولي يا با بلشي مخلي القديم شوي عرنا ارهم بارت الزابي والزرقة وادور عالويل في ملقى بارت الزابي والزرقة وادور عالويل في ملقى ادوس الشوكي والعلقة واحس بشقي اقنع ماني ادوس الشوكي والعلقة واحس بشقي اقنع ماني ارهم تبضح ارهم هلا العب يا تمشي وتهز بيدك قلبي والحاشا يريدك يا تمشي وتهز بيدك قلبي والحاشا يريدك لا بيدي ولا حبيدك وليد العمي طمعانة لا بيدي ولا حبيدك وليد العمي طمعانة تلعب هلا شد حياكم الله أحبتنا الأكارم رجعنا لكم من بعد الفاصل مع ضيوفنا الرائعين والمبدعين والعودة مع الشاعر المبدع أبو نبأ القيسي حياك الله مرة ثانية أبو نبأ وكل الهلا حياكم الله على راسي الله يسلمك أبو نبأ أريد أسألك عن جيلك الشعري من الشعراء كتب الشعر وياك بجيلك ظهرتوا سوية قريتوا بالمهرجانات سوية والله احنا شعراء بيجي يعني شعراء بيجي نعم منو من جيلك اللي ابو مصطفى نعم نهاد نهاد الشولاغي الف تحيه لك زياد المعماري سعيد الطائي والنعم عبد الله المعجون وكثير شعراء يعني بدون ما اذكر اسمائهم قاف واحد انسى اذكره ويقول لي هم كلهم اصدقائنا شاعر سلام الجبوري نعم كلهم شعراء حلوين وظهرنا وكنا اخوه يعني نروح المهرجانات على الاماسي على سياره واحده نروح جميعا نرجع جميع. نعم زين اذا اقول لك عدد لي خمس شعراء عندك مهرجان شعري قطري وانت عليك اختيار خمس شعراء حقيقيين يمثلون صلاح الدين وشعرها الحقيقي مو مجامله ولا محسوبيات شعراء خمسه انت راح تختارهم يستحقون ان يمثلون صلاح الدين بمهرجان قطري منو راح تختار خمس شعراء لك اكيد ما اقدر اختار ما راح تقدر تختار ما اقدر كلهم اصدقائي كلهم اصدقائي وكلهم شعراء حلوين يعني حلو كلهم يكتبون الصورة الشعرية ما تفضل واحد على آخر ما فضل كلهم واحد حلو نسمع نبطي حضرنا نبطي يمكن نبطي ايه تقول مبداي بلي نور الكون في نور ايه مبداي بلي نور الكون في نور الواحد السير هو الحب فيه الله من عب حزن ندمر القلب تدمير بفراق خل ما به من العذية الله الله والحين بقصد يا رفاقه عن اعزاز حبهم سكن وسط الضلوع الخفية ايه اوصف عنود حسنها يملي العين ايه ما هي من ديار الجزيرة بدوية بنت حضرية خدودها ورد عسيل الله الله عيونها عين المها نرجسية ايه شفافها حمر كما ورد رمان كل الحواجب للبشر جاذبية تجذب للي يشوف بعيونها العيون ايه وانا شفتها قلت انا ما علي الله دنيتي اللي بهواها تهقويت وهي شمس قلب ونور عيني وفيع شقتها
اشق الصحاري للمزون الله اشق وادي للسيولة القوية احبها وحبها معزتي يا جمهور وانا بحبها ما لفتني اذيه الله شفتها عيني نسيت لذه النوم اي نسيت حاضر عمري والجاهليه ابن الملوح ما عشق مثلي وهام ايابه لا يتركها والعامريه ينفي الجزيره من حياته والرمال اي وانا اجلها اترك اهلي سويه الله بنت على نار الهوى تركت الروح وانا فداها يشهد الله عليك الله الله فداها يشهد الله عليك الله الله نسمع عمودي شعبي يعني شعبي اي شعبي اللي ينحني اي الامه يتعلب راسه والله صحيح اللي ينحني الامه يتعلب لا براسه اي القصيده بامي يحل احساسها والله امي كعبه نطوفها وكل ما ندور بموس رجليها ونقبل راسها الله الجنه تحت اجدامها يعني التراب اللي برجلها طاهر بمقياسها الله لو ان ادم الله عليك لو ان ادم عنده مثل امي ايه يجوز يعيش بالجنه ويخلد بناس نعم امي يا عفه ومحنه وكبرياء جبر ابوها والكرم من ساسها والنعم بالكرم لا حاتم الطائي يصير بحد كرمها ولا لحق حد الكرام وبالعداله عمر بن عبد العزيز ايه وبالشهامه علي جدها الما ينام ايه الما تنام الليل وبسدها يتيم بلا عشة تعرف شنو احساس اليتام صح صغار كنا ونشتغل وتوصي دوم ايه تقول ما اريد اللي يوكلني حرام الله وكهاتين النبي وكافي اليتيم صح يعني عبرة أمي مرحلة الصراط الله وعلى باب الجنة لو مرت تفوت ببابها الزاحم نبي بيوم الزحام الله الله نجمة تضوي ليل دروب أبوي وأنا شاعر حبها علمني الغرام الله وأنا شاعر حبها علمني الغرام أحسنت أحسنت يا أبو نبأ بارك الله بيك تستم وتعيش أحبانا إلى كارم سمعنا هاي الأبيات الجميلة والرائعة اللي جسد بيها جمال المرأة أبو نبأ القيسي وأيضا رجع ثانية ومرة ثانية مع المبدع قيس الطائي حياك الله يا قيس وكل الهلا بارك الله بيك أبو وطن الله يبارك بيك قيس منو من جيلك كتب الشعر سوية يعني كتبتوا الشعر بسنة معينة منو تتذكر من الشباب اللي كتبوا وياك كانت بداياتهم الشعرية وياك نعم نعم والله احنا تقريبا يعني المنطقة اللي نعيش بيها يعني أي الشعراء بها قليل يعني رغم انه المنطقه اللي انا اعيش بيها يعني تحديدا نعم اما الباقي اللي عندك بعاجه او السويدانش اي بها شعراء يعني فاحتكاكي قليل مع الشعراء انت ما تعرف احد اللي كتبه وياك ما تعرفه نعم بس الاخ الشاعر محمد جبار هندو عندما جانا الاستاذ انه هذا تشولاقي نعم ناس تعرفت على ناس حلو فتقريبا بدينا سوا يعني من ذاك الوقت والحمد لله الله وفقنا جيد بودي أنا أسألك إذا اتصل بيك مقدم برنامج شعري على مستوى العراق نعم وقال لك يا قيس أريد منك ثلاث أسماء شعراء من صلاح الدين يمثلون صلاح الدين يمثلونها شعر حقيقي نعم من راح تختار ثلاثة من صلاح الدين لا على التعيين مو شرط من أبناء منطقتك والله يعني يرهم تختار من البيجي من تكريت من الشرقاط صلاح الدين مليان شعراء طبعا كل الأفضل برأيك أنت من وجهة نظرك يعني صعبة صراحة يعني اختارنا ثلاثة لان سؤال صعب صراحة لا اكو افضل انا اليوم من وجهة نظري مثلا بكركوك فلان وفلان وفلان يمثلون كركوك شعر الحقيقي يعني القصيدة العمودية النخبوية اللي ازامط بيهم نعم يبيضون الوجه نعم فبوجهة نظرك انت كقيس من اللي يمثل صلاح الدين؟ كشعراء يعني شعراء صلاح الدين اكثر من ما عندي علاقة بيهم فشايف لهم انه يعني الشايف لهم نعم عندك اولا يعني زياد المعماري اي زياد شاعر أنا من يعني المحبين زياد المعماري زياد خوش شاعر المعماري محمد سيد الطائي والنعم أبو طائي بس نعم نعم خوش شاعر أبو مصطفى نهاد الشولاقي اسم مهم نعم أبو مصطفى شاعر كبير بس نعم قدرت بيه الظروف نعم نعم ايش نسمع منك؟ أسمعك أبو ذية أبو ذيات قصيدة يلا نسمع أبو ذية وقصيدة سهم فرقاك مرني بلي المرضاي عن بعدت وانت تريد مرضاي مرضاي تعالوا شوف بي صار مرضاي عيون اثنين هن عمين سوية الله الله عيون اثنين هن عمين سوية تكبر حسرتي كل ما يمر غروب تكبر حسرتي كل ما يمرني غروب اهد بروح اقول الدنيا مقضية خوش ما احسب بعد والعمر عدى وراح غربة نعيش ماك أحلام وردية أي والله يلومون على جرح العاش وياي ما يدرون واحد هذا من مية الله بطلت العشق ولا أسهران الليل تعبت هواي لكن تعبي مولية أي هواي البشر وعاشرت بس يا حيف طحت قبالهم صيحولي شعلية
معذور الصور على الحايط من الطيح، ترى البسمار هم محسوب تركيه. الله الله، معذور الصور على الحايط من الطيح، ترى البسمار هم محسوب تركيه. مثل القوس انا وهيج صرت انشاف، الفلاحي في هالسلبي دعوتشيه. ايوه، ولا يغرك بياض قلوب هاي الناس، ايه ضباب التيه لولا الدنيا قمريه. الله، ما طيح ان كنت لو مرني حتى الضيم، علمتونا اللي بجروحي خاتشيه. الله الله عليك، ويا رب شلون تقضي وانا بهالحال، مثل مسجون موت ايتان يوميه. الله، مثل مسجون موت ايتان يوميه. سلامتكم. الله يسلمك ويحفظك. نسمع زهيريات عتابه، تكتب هذه الالوان تحبها تميل لها. اكتب زهيري، اكتب. سمعنا زهيريات، خلي الناس تستمتع بزهيرياتك الحلوة أو العتابات إذا تحب. بصراحة أنا زهيري والله أكتب، بس ما يحضرني ذاكرة ورقية. أي نعم، أي معذور. أي والله ذاكرة خون تعرف ختيار. نعم نعم نعم، نسمع منك. أسمعك إن شاء الله أبو ذية ومقطوعة. نسمع أبو ذية ومقطوعة يا طيب. كبر جرح وظل ينزف ألم بي، وقل لي شضال من عمري. ألم بي، ألم بي، الغدر وراح وش ينفع. إيه؟ ولهم بيها النذل يبقى نذل فوق الوطية. صحيح، نذل يبقى نذل فوق الوطية. نعم، شو سولف يا حلم حاسبهن هواي. حلم كلش كبير وصاير بقدي. الله، ايش وقت تقولوا لي تصفى هاي الناس. دنيا وما عشت بيها حلم وردي. الله، يوها القال فقرة وعايشين بخير. ياهو القال فقرة، شمالك يا وطننا شعبك يجدي. ايابا، اخويا تشال لي وسند بالشدات. ايه، من فرقة جيوب انقلب ضدي. مع الأسف، غربيل الوقت طيح هواي عزاز، ومربية الحزن ودموع ما عندي. الله، مربية الحزن ودموع. أحسنت يا قيس، بارك الله بيك، بارك الله بيك. أحبانا إلى كارم، سمعنا هذه الأبيات الرائعة، وذكرني أخوي قيس ببيت أبو ذية مذيل كتبته قبل كثير من السنين. أقول بي بخت سيد شنت شاي، اللي يرو حي اللي يرو ميت إذا أنده يرو حي. صرت شن ذاك الاخوان يرو حي، للمقبره بنص ليل تاي دفنونا، دفنوا رغم شافوه مفتح عيونه. للمقبره بنص ليل تاي دفنونا، دفنوا رغم شافوه مفتح عيونه. راح ننتقل الى شاعرنا الرائع والعزيز الشاعر عباس الحاتم، حياك الله يا عباس وكل الهلا. الهلا شانك يا اخوي ابو وطن، الله يبارك فيك. طبعا العشيره لها حق علينا، ولا اكيد وانا اريد العشائر وعلى راسك يعني. انت تكتب لعشيرتك؟ لو تكتب فقط وجداني والله يسمعك، تكتب بيت هجاء، شنو اللي تكتبه؟ شنو اللون المفضل عندك من الشعر الشعبي؟ والله انا دائما احب اكتب التوعوي. توعوي؟ اي نعم، دائما. ومن ارض الواقع؟ من ارض الواقع. من الخيال؟ لا اكيد اكو شيء من ارض الواقع، لان اليوم احنا كل شيء ملموس، شيء ملموس، ماكو شيء. نعم. من الخيال. نعم، يعني كل شيء صار. شو تتوقع اليوم انت موجود؟ نعم، تمام. اي، فاكو شيء توعوي انه هو للمجتمع كامل يكون برساله. نعم، برساله يعني، شعر هادف. نعم، هادف وليس إيه؟ هادف، لان اليوم للاسف. نعم، كثير من الشعراء يكتبون الشعر لكن ما تلقى به فد قضيه، فد رساله. إيه؟ نعم، فد نصح، فد توعيه، بس شعر قبل. والله وكل شاعر وله خاصيته، له وجهه نظر. نعم، وجهه نظر، لكن الافضل. نعم، هو القصيده اللي يكون بها موضوع قضيه. أكيد، يعالج. أكيد، مشكله مجتمعيه. اي نعم. فانت شو تقول؟ فانا كتبت على هذا الموضوع. إيه؟ طبعا قلت موضوع هادف. نرجع ونقول هادف. خوش. اي، فقلت استنقي ربعك لا تدور على الرشيش. الله، اساسه يهدم ما يعينك يدهرك. صح، افتخر بصلك. نعم، ماشي اصيل. اي، الحمول احزام ينشد بظهرك. نعم، استنقي ربعك لا تدور على الرشيش. اساسه يهدم ما يعينك يدهرك، افتخر بصلك. نعم، ماشي اصيل، الحمول أحزام ينشد بظهرك. أيه؟ الدخل عربان وتربى بمضيف، هيبة بالكلفات، هيبة بالكلفات الأول يحضرك. الرجولة تريد والعاقل شجاع. نعم، الرجولة تريد والعاقل شجاع. والعاقل شجاع. هواية القلب المواقف يغمرك. نعم، انت صدرك، انت صدرك للعدو لا تستدير. أيه؟ بغفلة منك لو درت له ينحرك. نعم، انت صدرك للعدو لا تستدير، بغفلة منك لو درت له ينحرك. أيه؟ واحذر الغمان والرسهم نفاق. حشوم السامع. الله الله، واحذر الغمان والرسهم نفاق. بالك الصدق المنافق يسترك. صح، بالك الصدق المنافق يسترك. أيه؟ وبعد ننطي عتابة للعشيرة. عتابة يستاهلون، يستاهلون العشيرة. آه، ولا تهم بقية العشائر كلها. نعم، على رؤوسنا، كلها على الراس. اي نعم، يقول بياته ما حد الراس تهلو لاي.
ايه الفخر من صرت باذان تلولي ايه امك كانت بظهر تلولاي تدير يا الولد خصمك بالجناب الله الله تدير يا الولد خصمك بالجناب خوش وطبعا نقدم تحيه لقواتنا الامنيه الف تحيه لهم وعندنا زهيري للوطن يستاهل وهو هادف الوطن. اي نعم يستاهل الوطن يقول غدران من الدمى هذا الوطن في جرى خوش حرب ومذابح قتل واكثر بعد في جرى ايه ما شاف نور السلم ما طر عليه فجره بس دخن اسود عفن باسمه والرهاب الله الله ونوح الثكاله فزع سابع ارض ورهاب, ورهاب. القتل من الشعب ايه مو فقط اسم رهاب رهاب وجبان ونذل هذا ابن فاجره الله الله رهاب وجبان ونذل هذا ابن فاجره الله وزهيري للديره ايه تستاهل الديره والله اي بالله الديره والده ايش قلت لها والله للديره الديره قلت لها زهيري يقول الله يا دار الاهل تنزف مع عالمه خوش وشفي وشف الوقت يعجز مع عالمه بمصيبته الخلق حالف معلمه ايه بس السبان الدمع بل الجفن والهدم الله الله ما ضم حسرتي بعد يا دنيتي والهدم ايه شايف مغول العصر شايف مغول العصر جو بالحرق والهدم الله صحيح داعش شايف مغول العصر جو بالحرق والهدم هو دياره الناسف نسحة ومعالمه الله هو دياره الناسف نسحة ومعالمه الله الله يسلمك وصحبك يا داره هن نشتك وين خلاني ايه يا داره هن نشتك وين خلاني وهذا اللي هدك بلا يا ديار خلاني ايه خلوني تا افتهم عالبيت خلوني خلوني تا افتهم عالدار خلوني يرحم ابوكم تران بنار كبر شاب يبوه ومن ضيمه عالدار شعر الراس والله شاب مو شايبان ببدايه عمر توني شاب بس جور الايام اشيب هيج خلاني الله مو شايبان ببدايه عمر توني شاب بس جور الايام اشيب هيج خلاني الله الله اي والله بس جور الايام اشيب هيج خلاني الله الله عباس اريد اسالك اي نعم عن شعراء الطوز اكو شعراء شعبيين بالطوز والله اكو شعراء شعبيين بس من بقيه القوميات يعني من الكرد والتركمان الف تحيه لهم الف تحيه لهم انا اقصد شعراء العرب والشعبيين بالتحديد العرب والشعبيين بالتحديد اكو مواهب شابه تقريبا اكو ولكن ماكو فرصه تسنح لهم ماكو دعم اي نعم ودعم ايضا دعم ماكو احنا يعني هسه صار لنا مسيره عمر نعم لكن ما حصلنا على دعم نعم ما حصلنا على دعم ماكو كي. مهرجانات ماكو رماسي ماكو منتديات ماكو من يهتم بالثقافة بهذه المنطقة اكو بعض المهتمين اكو لا يعني احنا ما نقول ماكو ما. اكو يهتمون ولكن يعني هم امكانياتهم بسيطة حالهم حالي حلو يعني يقدر هو لو يقع بيده يسوي شيء يقدر يقدم حلو. ولكن هو هم حاله من حالي فهو عينه على اللي اكبر والاكبر ان شاء الله ان شاء الله ينظر لهم ان شاء الله ينظر لهم ان شاء الله إيه؟ زين اكو شاعر شاب من هذه المناطق اللي انت تقيم بيها يعني تتوقع له مستقبل انه يكون شاعر أكيد ويكون اسم اكيد اكيد منو بالله شاعر تحياتنا الى محمود قيس الف تحيه له شاعر وان شاء الله اعلامي ان شاء الله واعلامي يعني. ان شاء الله اتمنى له مسيره تحياتي له طبعا من خلال قناتكم اي يستاهل كل التوفيق حلو اي نعم شاب حلو مرتب, مرتب وشاعر محمود ومثقف وواعي ومثقف وواعي نعم ومختلف مختلف تماما عن جيله اتمنى له كل الخير إيه نعم. محمود اخونا وصديقنا واحنا نحبه حقيقه اي نعم وداعمين له ان شاء الله والموهبه ان شاء الله احنا وياه مثل ما يقول اللوحه ان شاء الله نسمع منك بعد شيء زهيري للوالده الله يرحمها الف رحمه على روحها تستاهل الوالده ايش ما تقول عنها قليل مشاهدين اي نعم يقول يا يما صوتك امس كانش حلو هالدار اي والله يا يما صوت الشمس كانش حلو هالدار الوين رحت الدمع ساب الوجن هالدار الله الله باطل عليك اللحظ ضميت وجه الدر ما تدري كانش كثر ماليني وجه امي يابا باطل عليك اللحظ ضميت وجه الدر ايه ما تدري كانش كثر ماليني وجه امي سايف دليلي ترى بنيران وجه امي الله الله سايف دليلي ترى بنيران وجه امي الليل الليل كل ما قبل على الدار وجهمي ايه يندع خربة علي ما ينشهب هالدار الله يندع خربة علي ما ينشهب هالدار الله الله وسلامتكم زين نسمع أبو ذيات أنت يمكن تميل للأبو ذية تكتب الأبو ذية أبو ذيات بشرون إيه خلنا نغير الأجواء إحنا ما يصير بس نميل للغربية هن أكيد. بالجنوب هم يستاهلون وعندنا ناس تتابع نسيم البوادي نعم. من الجنوب أبو ذيات فالأبو ذية لونهم المفضل هم أكيد شو تقول بالأبو ذيات إيه يقول القدر عصر بينا راح دينه راح دينه القدر عصر بينا راح دينه
خوش. النصف دينا حبيبه راح دينا. الله الله. افترقنا ولسه نشتم، راح دينا بعطركم جنة الله المغربية. الله. بعطركم جنة الله المغربية. ايه. وبرود البيك بي شلون ينهاب. خوش. برود البيك بي شلون ينهاب، قصر ظلي عقب ما كان. ينهاب. ينهاب ابشرك ردولان الضيم. ينهاب ورجع كان وقت الالفينات بي. الله الله. ورجع كان وقت الالفينات بي. الله. وابو ذي يقول صحرا وصيف وسط رياي يرصيف. نعم. طحت والوقت بي يجروح. يرصف. يرصيف اليتام وبيك دوم تلوذ. يرصيف وانا حزن اليتام يلوذ بي. الله الله. وانا حزن اليتام يلوذ بي. الله. بعد ابو ذيات. بلي عجبك. انت كلك على بعضك حلو. الله يسلمك. كلك ابداع. ابو ذيات بلون الجنوب. خوش بلون الجنوب ايش قلت؟ طرفير العتب يا ليل والفاه. والفاه. طرفير العتب يا ليل والفاه ألف يرحب عظامي لوج. إيه. والفاه أنا الزف العصر لرفيج. والفاه فصل ورفيج يدري يموت بي. الله الله. فصل ورفيج يدري يموت بي. الله. نسمع أبو ذية أخيرة من عندك. أبو ذية أبو ذية أخيرة. نعم. إيه يقول مشت. مشت والأهل بصدر تقوداه. إيه. الوقت للتارس جيوبهم حشوم السامع. الله الله. الوقت للتارس جيوبه. تقوده. تقوده وعلي بزفته من طلعت. تقوده. تقوده لباب الموت قادتني المنية. الله الله. لباب الموت قادتني المنية. كل الشكر يا عباس بارك الله بيك. الله يسلمك. مشاهدينا الاعزاء سمعنا هذه الابيات الرائعة ولوننا عباس بين الزهيري وبين الابوذية الجنوبية، واحنا حقيقة نحب كل الالوان الشعرية ونكتبها. وايضا نرجع مرة ثانية لمحمد جبار، حياك الله يا محمد. حيا ودوم ابو وطن. بالختام شو تريد تسولف؟ شو تريد تقول لنا؟ بالختام بكيفك، تريد عتابة؟ تريد قصيدة؟ كل شيء منك حلو. عتابة نسمع عتابة. عتابة. اقول تسعر نار فرقاهم بالعظام لانهم هقوى بالملقى بالعظام. الله الله. تسعر نار فرقاهم بالعظام لانهم هقوى بالملقى بالعظام. خوش. كواسر كواسر على العدة كانوا. إيه؟ بالعظم دوا تحطهم على الجرح يهدي. الله الله. وعلى حيود الفجيد مودع اني المنازلهم يكونوا مودعيني. الله. على حيود الفجيد مودع اني المنازلهم يكونوا مودعيني. ايه. يلو على الفرقة بس مودعيني ابد ما كان ور قلبه الجفي. الله. الله عليك. وهدل هدل متني بغيابك مال متني وانا جروح لوراكم. ما لمتني. ما لمتني لو انت بمكاني. ما لمتني. ما لمتني على الصارة بدليل من الغثي. الله. الله يحفظك. ورهم رهم همنا ولا ظل شر قبل هم وبعدهم شر لفاني وشر قبلهم. الله الله. مش مش حادض عنهم. ايه. يشر قبلهم انادي وما يرد منهم حدا. الله. الله يحفظك. محمد انا حقيقه قبل ان نختم اريد اسالك عن الشعراء اللي انت تشوفهم يستحقون ان يمثلون صلاح الدين من وجهه نظر محمد. والله يا ابو وطن يعني برامج تلفزيونيه شعراءنا كلهم مؤتمرات شعريه عادي من الرواد من الشباب، المهم انه اللي انت تشوفهم ان يمثلون، يعني جوز اكو شعراء قدامه. نعم. صار له مثلا 20 سنه يكتب الشعر. نعم. لكن ما صاعد منصات، ما محصل فرصه. يعني انت بوجهه نظرك طبعا. بوجهه نظري طبعا اكيد ابو مصطفى الكل بالكل هو الف تحيه اليوم ذكرناه. اي نعم. اي والله. والاخ وعد الامير. والنعم من وعد. أي والله. شاعر مبدع. ومن الـ 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 الشباب. الشباب. صقر العزاوي ما ننساه. الف تحيه لصقر العزاوي شاعر مبدع. محمد عزاوي. نعم محمد عزاوي من البعجيل. ألف تحية لهم. وأحمد العجيل ياخذ ألف تحية. والبقية نعتذر على ما ذكرناهم لأن نعم. كلهم هم كلهم مبدعين. تحياتنا لهم جميعا كلهم. نعم. مبدعين. بالختام نسمع منك زهيري. نسمع زهيري. يلا نسمع زهيري. السيوف السيوف هجرك ترس وسط الدليل وجفن. إيه. السيوف هجرك ترس وسط الدليل وجفن وبيار عزك نشف ميهن وراي وجفن. أيابا. وعذرك عذرك رغم ما عبر لكنه فيت وجفن وسنين سيف الهجر برقابنا نعيله. الله الله. وليش اللي ودنا بشفاق نغثه. ايه؟ ونعيله عزين مو بس يحج الاشتام ونعيله لا ابش عبرة تشق عروق قاعد جفن. الله. لا ابش عبرة تشق عروق قاعد جفن. احسنت يا محمد. الله يسلمك. بارك الله بيك. تسلم وتعيش. تعيش بعز بوطن. أحبانا الأكارم للأسف داهمنا الوقت ويبلغني مخرج البرنامج أنه وصلنا إلى ختام حلقتنا.
قبل الختام نقول لكم راح نستمر بدعم الطاقات الشبابية وبرنامجنا أبواب مفتوحة لكل المواهب والطاقات الشبابية في كل المحافظات العراقية. في الختام لا يسعني إلا أن أقول تقبلوا تحيات كادر العمل، وأنا محدثكم حارث الياسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.